طب يا بنات، هنعمل دلوقتي برجر التشيكن بطريقة سهلة وسريعة جدا وجميلة جدا. هحتاج كده نص كيلو من صدور الدجاج، وعليهم قرن فلفل حامي او ممكن تبدليه برومي، بيديله نكهة جميلة جدا، وقطعة كده من الجنزبيل. تمام، وهحط بهارات. بتحبي تحطيها للبرجر بتاعتك؟ ايه هي النوع؟ حطي معلقة منها، ومعلقة ملح، ونص معلقة فلفل اسود، ومعلقة نشا، ونص معلقة توم باودر، وبصل وتوم باودر، ايوه وبصل باودر. تمام، على السريع كده هتحطي التشيكن بتاعك في المطحنة، ولو المطحنة بتاعتك مش قوية اطحني صدري صدر. تمام، انا دول يعني اكتر من نص كيلو بشوية. خلاص، هحط عليهم الفلفل والجنزبيل، وهحط معاهم بس دول اول حاجه هطحنها. شايفين اتطحنت كده؟ بصي وانت بتطحني لو لقيتيها يعني بتتكتر في النص تفتحي عليها وتلمي بس كده كده، بصي لو تغيري المساحه يعني. تمام، لغايه ما تحصلي على قوام زي ده، والفلفل وكل حاجه تكون نعمت معاها حلوه قوي. ولو بتحبي طعم شويه توم فيها ناطع اكتر، حطي فصين فريش. هنحط البهارات، الملح، فلفل اسود، معلقه النشا، توم باودر نص معلقه، حوالي نص معلقه، ومعلقه بصل باودر. البصل باودر فيها طعم وبيبقى احلى، فمعلقه كامله بصل باودر، معلقه كده حلوه كبيره. تمام، بس هديهم خلطه كمان عشان اضمن ان كل ده دخل فيها وطعمه بقى حلو ومندمج في البرجر او الكفته الدجاج. وهرجع لكم. طب يا بنات، عندي بقى كده، هنجيب بتاعت البرجر، وعندي اهو الخليط بتاعنا، وهنبدا ان احنا اهو كده ستريتش. هتحطي كده، هتجيبي استريتش وتقطعيهم عشان دي كل واحده يتغلي فيها بيها كده اهو. وهتاخدي، بصوا الخليط، بصوا لما اتحط في التلاجة شايفين بقى متماسك ازاي. تمام، وهتسكري عليها بالاستريتش، وانت بتسكري هتضغطي. البرجر المدورة بس كده، ولا أسهل ولا أسرع ولا أنظف من برجر الدجاج بالبيت. على الأقل أنت ضامنة إن دوت لحم صافي 100%، مش مخلوط معاه حاجات تانية. بس دي بقى الكباسة، قصدي طيب ما عندكيش دي، هتعملي إيه؟ بغطا، غطا اسمه إيه؟ غطا أي حاجة كده بس يكون عريض، برطمان. المنظر هتيجي تبقى اما تشويها، اما ترصيهم كده على جريل وتشويها على نار، او تشويها على طاسه بنقطه زيت، او تشويها في الفرن، ترصيهم في طبق كده في صينيه وتدهنيها حاجه، او تدخليها الفرن تتشوي. ولا الذ ولا اروع من كده بجد. يلا بقى، لايك 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 لايك، انا هكمل كميتي مش هعمل حاجه اكتر من كده اهي. وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. برجر التشيكن بقى عندك. بصوا المنظر، بصوا المنظر، على الاقل نظافه وضمن ان احنا عاملينه ازاي. خطير خطير بكل ما تعني كلمه خطير. بصوا دول نص كيلو، والشريحه انا عاملاها عريضه، عامل معانا ما شاء الله تبارك الرحمن 3 4 5 6 6 قطع من البرجر، وما شاء الله كل واحده متينه. تمام، مش عارفه ايه السبب، رغم ان نفس الكميه نص كيلو لحمه مفرومه عملت معايا بس 4 كبار، بس يمكن علشان ده اللي قلت لكم واحنا بنعجن، يمكن ده اكتر من نص كيلو بشويه. المهم بصوا الجمال، هتفرزيه بقى كده كل واحده لوحدها، هنحطهم فوق بعض وهنحطه بالفريزر، وقت ما تحتاجي هتاخديها على بعضها كده وتفتحيها وتشويها، يا اما بالفرن يا اما على الجريل. وبس كده، لايك 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 لايك. حطيت الطاسه كده فين اوضه الفرن صغننه، وهحطها فوق. Okay.